21 يونيو 1978 يعتبر 21 يونيو يوم سعيد للأرجنتينيين لذكريات جميلة بهالتاريخ. آخر يصادف آخر أهداف مارادونا بكأس العالم على اليونان 94 بعد تيكي تاكا العجيبة اللي علقها بالتسعين مارادونا، وبنفس مباراة باتسوتا يسجل أول هاتريك له بالمونديال على اليونان، وبعد 4 سنوات بالضبط هاتريك آخر على جامايكا، وصار الوحيد اللي سجل هاتريكين نسختين مختلفتين في نفس اليوم، والصدفة أنه في نفس الدقيقة. لكن هناك حدث تاريخي للمنتخب الأرجنتيني قبل 44 سنة على أرض الأرجنتين، وهو لقائهم مع البيرو. مونديال 78 يعتبر الأكثر جدلاً والأسوأ من بين النسخ كلها، بسبب ما شاهدته هذه النسخة من أحداث غريبة قبل وأثناء وبعد نهايتها، بسبب اختلاطها بالسياسة بشكل كبير. الأرجنتين كانت تحت حكم عسكري بقيادة الجنرال خورخي فيديلا، وبعد عامين من قيادته انقلاب عسكري في البلاد ضد رئيسة الجمهورية إيزابيل بيرون. البطولة جيرت للأرجنتين بإقامة مباريات التانجو بالليل بعد إقامة جميع مباريات المنتخبات الأخرى لمعرفة نتائجهم، وفازت البرازيل على بولندا 3-1 في الدور الثاني، وكان على الأرجنتين أنهم يفوزون على بيرو 6-0 لتتأهل للنهائي بسبب فارق الأهداف لتملكها البرازيل. بالفعل فازت على بيرو بالنتيجة المطلوبة. الفوز أثار الشكوك بوجود تلاعب في النتيجة، ووجهت اتهامات للأرجنتين بأنها دفعت رشاوي مالية لبيرو، ساومت الحكومة البيروفية بالإفراج عن مواطنينها المسجونين في الأرجنتين لأسباب سياسية، وأكو اتهامات تقول أنهم أرسلوا لهم كميات كبيرة من الحبوب والقمح. المباراة النهائية نفسها أثارت جدل كبير بعد ما هددت هولندا بالخروج من أرض الملعب بسبب تعمد تأخير وقت انطلاق المباراة لزعزعة ثقة الطواحين، وهاجمت الصحافة الهولندية البطولة بشدة بعد ما خسر منتخبهم اللقب بنتيجة 3-1 أمام المستضيف، وتألق كيمبس اللي سجل ثنائية لتكون البطولة الأولى بتاريخهم بالوقت الإضافي بعد التعادل 1-1. كل منتخب يستضيف بطولة كأس العالم يحاول بشتى الطرق أن يحصل عليها إذا كانت عنده المقومات، بس سالفة أنه يفوز 6-0 بالضبط هذه غريبة وعجيبة. Para Pasarela, otra vez para Kempes, va Kempes, pasa entre dos, Kempes lo tiene, ¡gol! ¡Gol! El centro, la entrada de Kempes, el pecho, devolución, Kempes, ¡gol! Con la rosa en el área, el centro, al segundo palo, el cabezazo, Kempes en palomita, gol, Luque, ¡gol! La robó la rosa y aquí puede estar el gol. Vino para Luque. Luque mano a mano con el arquero. ¡Gol! ¡Gol! 21 يونيو 1955 يصادف ميلاد الفرنسي ميشيل بلاتيني، اللي انولد في مدينة جيف الفرنسية. هو من أصول إيطالية نسبة لجده فرانشيسكو اللي هاجر لفرنسا. يعد أحد أساطير عصره، وقال عنه بوبي تشارلتون: هذا اللاعب يستطيع دفع الكرة عبر عين الإبرة وينتهي أمرها في الشباك. بدأ مسيرته سنة 72 في نانسي، واستمر معاهم 7 سنوات وحقق الكاس ودوري الدرجة الثانية، 3 سنوات في سانت تيان وياب الدوري معاهم. وانتقل بلاتيني إلى اليوفي سنة 82، وصارت قصة عجيبة غريبة في فترة انتقال. انتقل بالساعة الأخيرة من الانتقالات بطريقة غريبة يمكن نسولف عنها بوقت ثاني، وصار هداف الدوري الإيطالي 3 مرات على التوالي، وحقق كل ما يمكن تحقيقه مع السيد العجوز ببركة الأب الروحي للنادي جياني أنييلي الأبوكادو. أهم تلك الألقاب هو اللقب الأول في الأبطال سنة 85 على ليفربول، وكان هداف البطولة وكان هداف العالم 2 مرات على التوالي. تألق بلاتيني في كأس الأمم الأوروبية 84، توج باللقب والهداف وأفضل لاعب، وأحرز أهداف في كل المباريات اللي لعبها الفريق الفرنسي في البطولة، ليحقق رقم قياسي في بطولة أوروبا لم يحققه لاعب على الإطلاق، وهو إحراز 9 أهداف في بطولة واحدة من بطولات الأمم الأوروبية، من ضمنهم هاتريكين
ثلاث أهداف في مباراتين. كان بلاتيني أحد أضلاع الألماسة السحرية، وهو اللقب الذي أطلق على خط وسط فرنسا. بلاتيني بصحبة لويس فرنانديز وجين تيغانا وألاين جريسي، واللي يعد واحد من أشهر خطوط الوسط في تاريخ كرة القدم، حصل على الكرة الذهبية ثلاث أعوام متتالية، ولم يحطم الرقم سوى ليونيل ميسي قبل عدة سنوات. هل تعلم أن بلاتيني لعب مع منتخب عربي بشكل رسمي؟ حسب صحيفة جول، في نوفمبر سنة 88 طلب الشهيد فهد الأحمد من الله يرحمه من ميشيل بلاتيني بحكم قربه منه وصداقته معاه بشكل شخصي أنه يعود من الاعتزال لأجل خوض مباراة أخيرة تكون بقميص المنتخب الكويتي. بالفعل وافق بلاتيني على الأمر وعاد وارتدى قميص منتخب الكويتي اللي استضاف مباراة ودية الاتحاد السوفيتي في الكويت، ولعب تقريبا كان بيلعب ربع ساعة، لعب تقريبا 21 دقيقة، ومتع الجماهير الحاضرة اللي ملت الملعب بلمساته الساحرة، رغم أنه وزنه شوي كان زايد، لكن ميشيل بلاتيني يظل ميشيل بلاتيني. ميشيل بلاتيني يعتبر من مفاتيح اللعب ومن لاعبين الوسط الهدافين اللي يصنع ويسجل، ومراقبته شيء صعب جدا. وسعد الحوطي للحين يذكرها لما قال لي كارلوس البرتو تمسك ميشيل بلاتيني، انا ما نمت الليل، قلت شلون بينقضب هذا اللاعب. ميشيل بلاتيني كان شهير انه يقط التيشيرت برا الشورت، عمره ما دخله داخل الشورت، وكان شكله رغم انه نحيف لكنه كان جبار داخل الملعب. ميشيل بلاتيني أمتع محبي كرة القدم بفنياته وأهدافه الجميلة. واحد وعشرين يونيو 1970، نهائي مونديال 70، النسخة التاسعة من كأس العالم اللي فازت المكسيك بشرف استضافتها بعد ما تغلبت على ملف الأرجنتين في التصويت اللي يقيم في العاصمة اليابانية طوكيو، لتصبح بذلك أول بطولة تقام خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية والأولى في أمريكا الشمالية. مثل اليوم قبل 52 سنة يصادف نهائي كأس العالم في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي ما بين البرازيل وإيطاليا، كانت المرة الأولى اللي يلتقي فيها بطلين سابقين للعالم في النهائي، كل واحد فيهم يطمح لامتلاك الكأس بتحقيقه للمرة الثالثة. تقدمت البرازيل برأسية بيلي على زوف، ثم عدلت إيطاليا النتيجة بروبرتو بونينسينيا، وفي الشوط الثاني سجلت البرازيل ثلاث أهداف، جيرسون، جيرزينيو وكارلوس ألبرتو توريس، لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بنتيجة 4-1، فوز عريض وكبير. بهالفوز البرازيل أصبحت أول بلد يفوز بالكأس ثلاث مرات، متجاوزة إيطاليا والأوروغواي، وامتلكت كأس جون ريمي للأبد، وتغير شكل الكأس من النسخة اللي بعدها 74 في ألمانيا. ماريو زاغالو صار أول شخص يفوز بكأس العالم كلاعب وكمدرب، وثاني أصغر مدرب يفوز بكأس العالم بعد ألبرتو سوبيتشي في عام 1930، بطولة الأولى في الأوروغواي. سيليساو أصبح أول منتخب يحرز اللقب بفوزه بجميع المباريات، وجورجينيو أول لاعب يسجل في كل المباريات بلا استثناء، وكان بيلي أول وآخر لاعب يفوز ثلاث مرات باللقب العالمي، وكانت البطولة الأخيرة بالنسبة له واعتزل اللعب دوليا. لحظة تتويج البرازيل بالكاس ظهر عسكري مكسيكي أسمر واقف يم كارلوس ألبرتو، هو كابتن الفريق، وهو سعيد وكأن المكسيك هي من فازت بكأس العالم، بعفوية بحب كرة القدم اللي ما يعرف وطن ولا يعرف يعني لون. اللي كان يشجع البرازيل هذا العسكري المكسيكي ضرب بالبروتوكول عرض الحائط وفرح من قلبه،
وقاعد تشوفونه شلون قاعد يضحك ومستانس. برازيل هنا فازت، وتشكيلة البرازيل هذه تكاد تكون التشكيلة الأعظم اللي مرت عليهم في بطولات كأس العالم.